إن شاء الله تكون هلأ مبسوط سامر، عملتني مسخرة قدام كل عيلتك تحت. لك شبكي شو صار لك؟ ما عيلتي هي عيلتك. بكل الأحوال ما حدا عامل لي قيمة هون، ولك حتى أنت اللي المفروض تعمل لي قيمة ما بتعاملني منيح، فكيف أهلك بدك ياهن؟ انزل حدودك ها، وبرجع بقلك أنا ما عملت شي هينك أبداً. ما بدك تستوعبي هاي مشكلتك. ولا بحياتي، ما بقدر كون مثلك واسمح بأنه أي شخص يستعبدني بحجة الشغل. وبس لذكرك، أنا بزماني طلبت من أبي أنه يساعدك وحضرتك ما قبلت. سامر فهمني هلأ شو عدا ما بدا، ولا هلأ كرامتك ما عادت مهمة إلك، ولا أنت شخص ما عنده ثوابت؟